طيب في خبرات بقى شغلك، شفتي حالات ألم بتتعاملي معاها ازاي؟ بصي، انا دايما بركز قوي في الشغل بتاعي ان انا دايما بحل، بس بطريقه مختلفه شويه عن اللي هو ايه، ان انا اقعد بقى اقول لا انت لازم بقى تخلي بالك يعني مش بحس، يعني بحس ان انا اوكي لو اتكلمت اوكي انت لازم مثلا تنسي، لازم لا، كل ده الكلام ده في وقت الوجع بيبقى صعب، بس ان هي تتصرف ازاي مع الشخص ده هو اللي بيفرق معاهم جدا. يعني قولي لي يا نور، هو الناس دايما لما بتجيلي عشان انا دايما في فيديوهاتي بقول دايما نقط معينه او حاجات معينه انت تعمليها تدي مع الشخص روشتة. ده تحسي ان انت ارتحتي، ان انت خدتي حقك، فاهماني؟ فانا دايما في الجزئيه دي ببقى طب مركزه احكي فيها لنا جدا. حاجة كده، لا يعني ده احكي في لنا مثلا كتير يعني. اخر كلاينت لا عندك شوفي او اي حاجة. الفيديوهات بقى لا قولي لنا حاجة سريعة كده، انت مثلا عن اللي جالك بتحصل معايا الناس بتحكيها لي. يا لا يعني مثلا بيبقى فيه، لا هو الفكره ان بيبقى فيه مثلا، هقول لك، ممكن يبقى في مثلا بنت بتحكي لي ان في ولد مثلا هي عاشت معاه قصه وفي الاخر طلع ان هو مش جد او كده، او كل الكلام ده بشوفه كتير قوي. وعايزه اقول لك ان الولاد برضو بتتعرض للحاجات دي من البنات، يعني زي ممكن زمان كان تلاقي ان البنت هي الولاد اكتر دايما حاجه اللي بيتضحك بيقول عليها، دلوقتي لا، دلوقتي الولد ممكن يجي يقول لي انا طالع من شخصيه توكسيك جدا، اللي هو ايه ده، انتوا اللي كنتوا توكسيك، هو في ايه، فاهماني؟ بس فدي اكتر حاجه انا بلاقيها دلوقتي، بلاقي من الاتنين. طيب برضو بلاقي ان البنات مثلا بتبقى ان في ولاد كتير بتبقى مش جد في الموضوع، وبحس بصراحه ان ده على البنت هي اللي بتكون، يعني انا طبعا دايما بعرفها غلطها، يعني انت المفروض ان انت الولد اللي انت تعرفيه يبقى داخل، يعني تبقي متاكده الاول خطوات ان انت داخل وخصائص جد ولا لا، معينة وكل وخلي بالك الكلام من ده. كذا وريد فلاجز والحاجات دي اللي ان انت تخلي بالك، بنحفظها للبنات. ان انت تخلي بالك ان هو يكون داخل جد، وان هو انت ما يضحكش عليكي، وان مش اي حد تكلميه ومش اي حد تفتحي له وبلاش الباب. حياة البدايات هي اللي تخلينا بالظبط، نكمل دي اهم حياتنا حاجه، دي ولا اهم اشوفي في حاجه. لا المواقف كانت لسه واحده الجد. بتكلمني تمام امبارح، قلت لها طب انت اتبسطتي يعني في الاول وبتاع، طب انت خدتي ايه في النهايه، فاهماني؟ فانت لازم تبقي مقدره نفسك قوي لدرجه ان انا مش هفرح بحاجه، وفي الاخر انا تقديري لنفسي ده ضيعني بعد كده، ان انا ما بقتش عارفه انا في الاخر ايه بقى انا اللي الخطوات ضعت، اللي المفروض فاهماني؟ تعملها في علاقة مثلا بقت بالفشل في الآخر؟ بصي، هو انا دي حاجه انا بحبها في حياتي عامه، ان انا دايما بقول لها بعرفها تاخد حقها ازاي، وبعد كده تمشي بقى في حياتها بقى، فاهماني؟ ازاي بقى دي بتبقى على حسب كل قصه يعني. بس حاسة ان في انتقام في الموضوع شوية انا سكة بصي، هو قالت انا البت. ليا طريقه، ليا طريقه في الجزئيه دي، لان هقول لك على حاجه. في ناس بتقولي في الفيديوهات مثلا، طب ما تشوفي حياتك على طول، ليه بتقولي للبنت مثلا، يعني هي مثلا في ناس بتقعد تقول لي كومنتات، طب ما تديري ظهرك وتمشي. حبيبتي، هو انت نفسك لو اتحطيتي في نفس الموقف اصلا انت مش هتبقي قادره تعيشي حياتك الطبيعيه، هم مش في الموقف، انت لو في الموقف نفسه هتحسي ان انت مش قادره اصلا تعيشي حياتك اليوميه عادي عشان تنسي الشخص ده، فبتحسي ان انت من جواكي حاسه ان انت اتضحك عليكي، فانا عشان كده بعرفها ازاي تعوض الاحساس ده من جواها وان هي تاخد هل حقها. الفكره انها تاخد حقها ان هي تبقى احسن، هيفرق معاه جدا انها تبقى احسن، ولا انها تبقى توجه له احسن. لا بس الاتهام؟ لازم ان هي تبقى، لا ما توجهلوش اتهام ولا عتاب ولا اي حاجه، الموضوع ما بيبقاش فيه كده، بيبقى بطريقه معينه بحيث ان هي بتعرف الشخص ده ان انت اصلا بالنسبه لي ما كنتش في احنا حياتي، وان هو عادي. مختلفين في انت مجال شايفه ان هي لا في ما انا هقول مجالي لك ما حاجه، هي بتعاملش مع الالم هتنساه. كده. لا هي مش بتدير ظهرها للالم او ترجع تاني، انت كده كده المفروض ان انت هتعيشي حياتك طبيعي وهتنسي الشخص ده وكل حاجه، بس لما تنسيه، في ناس ما بتعرفش تعيش حياتها وهي مضحوك عليها او هي متاخد حقها في حاجه، بصوا، في فرق فاهماني؟ كبير قوي بين ان انا مضحوك عليا او انا دخلت تجربه زي كل حاجه وفشلت. يعني هي وعلى ما فكره فشلتش، ممكن، هي لا ما ما انت مش فشلتش. بتتعاملي مع حالات الفشل على ان هو سابها ومشي، انت عندك حالات فشل ايا كان شكلها ايه، انت ممكن فشلنا في شغلنا، سابها ومشي، ده فشلنا لو في هم البروجرام، مخطوبين ماشي، لو هم فشلنا مخطوبين في ان انا ماشي. اعمل فطار، ده فشل. لا هقول احنا لك حاجه، بنعلم الناس سابها ومشي لو هم ازاي، مخطوبين، احنا دي حاجه، بنعلم ولو الناس هم ازاي كانوا متصاحبين. يتعاملوا مع فكره الفشل او فكره الرفض، لكن انا ما ببنيش عندهم انه انت عشان تنتقمي منه فانت توجهي كل طاقتك ليه، لا انا بس بعلمها الاول تتعامل مع فكره الفشل بالظبط وان كده، ده وان هي طبيعي ازاي وان تعيش ده حياتها حقها. وتنسى الاول عشان تقدر بعد كده تتعامل. ما انا مش هقدر اقول لواحده مثلا لسه خارجه من الموضوع ان هي ترجع تكلم الشخص ده مثلا، او ان هي ترجع للالم ده تاني، ده بيكون غلط لان ده هيأذيها هي اول حاجه. فانا اول حاجه بطمن على نفسيه الشخص ده الاول ان هو وديها هيقدر وقتها. تاخد وقتها، وبعد كده بقى تقدر تعمل اللي انا بقول لها عليه، فاهماني؟ مين اللي بيجيلك اكتر، بنات ولا الولاد عادة دلوقتي يعني؟ لا الولاد اكتر بصراحه، والبنات لا، البنات يعتبر اقل يعني نسبه اقل اقل. شويه. ايه اكتر المشاكل بتاعت الولاد، ان هم فكره الانفصال
بصي بيكون في ولاد كبار طبعا منفصلين، اللي هما مثلا كانوا متجوزين وانفصلوا، او مثلا ما حصلش نصيب في علاقه، مش عارف يعدي كان في خطوبه مثلا. اه بالظبط كده. وفي ولاد اللي هو بيبقى في سن اصغر شويه، اوكي، بس معظمهم بيكونوا اللي هما الكبار عادي. اما البنات بتجيلي مثلا اللي هو بيكون السن اللي هو المراهق اكتر بقى، واللي هو ده لعب بيا، ده اتسلى، ده معرفش ايه كده. فكره ان الولد حاسس انه لسه يعني مثلا بيدرس في الجامعه وكان خارج من الثانويه العامه متخيل ان هو هيلاقي السول ميت في الجامعه، فبيعجب واحده وبعدين لا مش هادي، بعدين يشوف ايوه صاحبتها بالظبط كده، لا مش هادي، وبعدين صاحبه صاحبتها دي حد بمعارف الولد ده كده بيهزر. لا هو فعلا حرفيا بيدور على حد، بس هو مش عارف هل المشكله دي. انا ممكن اقول لك من ناحيتي انا تصنيفها ايه، بس من يعني خبرات الحياتيه عندك تصنيفها ايه؟ لا هو تصنيفها ان هو مفيش حد ما ينفع ان هو يدور، هو في النهايه نصيب. يعني انا دلوقتي لو حسيت ان انا شفت حد مثلا، هو لو شاف حد خلاص هو حس ان هو ده، هو من اول مره هيحس ان انا حاسس ان خلاص انا عايزه اتعرف على دي. لو سابها عشان يدور على واحده تانية يبقى خلاص، لا انت كده يعني احساسك جوه نفسك انت مش عارف انت عايز ايه. وفي نفس الوقت مفيش حد بيدور على حاجه كده. يعني انا مثلا لو في جزئيه الارتباط او الجواز بالذات ما فيهاش ان انت تدوري، فاهماني؟ لان نصيبك هيجيلك. انت ممكن تبقي مركزه مثلا مع الناس اللي حواليك، يمكن حد يعجبك، بس مش معنى كده ان احنا ندور. ده ما ينفعش يبقى نروح لده، ده ما ينفعش يبقى نروح لده، يبقى احنا كده بنلف بقى قصدنا ان احنا ندور. طب احنا ليه ندور؟ ما احنا عايشين حياتنا عادي. ولو حسيت مثلا ان انا منجذبه لشخص خلاص بنبدا بقى ان احنا نشوف الدنيا، لكن ما يدورش على كذا واحده، فاهماني؟ هنشوف مين اللي هتنفع. احنا بنقيس الجيل 40 سنه، ده الجيل الجديد، احنا بنقول كده دايما في المجال. الجيل ال 40 سنه اللي احنا طالعين فيهم دول، النضج العقلي والعاطفي مختلف تماما. يعني زمان كان اللي في اولى جامعه ده راجل كبير مسؤول وممكن يفتح بيت ويتجوز، اه صح، وعارف اختياره ايه. صح. دلوقتي اللي في رابعه جامعه وتخرج لسه مش عارف لسه، اه بالظبط كده. فمستوى النضج اختلف من 40 سنه او من الجيل الجديد اكيد. فبالتالي الولد لما بيجي يدور على السول ميت بتاعته او ان هو شريكه حياه ايا كان المسمى، هو مش عارف هو عايز ايه. بالظبط علشان كده الله دي حلوه، الله دي ثابته. أيوة الله دي على فكره الحاجه اللي بتيجي بالشكل ده برضو هيحس ان هو بعد كده شاف واحده احلى. طب ما انت هتعمل ايه ساعتها؟ انا بقى بحس او احنا بنشخصها طبعا، كل كيس ليها تشخيصها المختلف، بس بنقول عموما ان ده شكل من اشكال انت مش ازمه هويه. انت مش عارف انت عايز ايه، فدي ازمتك انت مش ازمه الطرف الثاني. فانت المفروض الاول تحط كده انا محتاج واحد نفسك اتنين تلاته انت عايز اربعه ايه، خمسه وبعد سته كده اه عشان يبقى بعد كده هو عارف هو عايز ايه، ان هو حتى يتعامل مع الشخص ده ما يظلموش، وان هو يتعامل بالشكل الصح، ما يبقاش انت بعد كده بتفكر في حد تاني او مثلا عجبك حد تاني غيره او كده، فاهماني؟ اوكي. يعني سو فار مشاكل الاولاد والبنات كلها انفصال، اه ده جدا بقى. والناس بتجيلي في الجزئيه دي الجيل اكتر. بقى اللي بيشقى ويتعب ومحبط في البيت وفي الشغل وفي الشارع من الزحمه والدوشه والاسعار بلا 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 بلا، ده يتعامل ازاي مع المه؟ ألمه بالنسبة لإيه؟ ما هو دلوقتي ألمه بالنسبة للحياة الطبيعية اللي هو الدنيا غليت والكلام ده، لأ ده معانا كلنا. لكن ألمه بالنسبة للحياة عامة، أنا بشوف دايما إن هو إحنا ممكن نخرج ألمنا بكذا حاجة. أولا إن أنت ممكن تحكي اللي جواكي، إن إحنا نحس إن إحنا نحكي الحاجات اللي إحنا حاسين بيها، يعني نحكي مشاعرنا اللي جوانا، نقول إحنا حاسين بإيه. في ناس مثلا بتحب جدا إن هي تخرج اللي جواها، إن هي تعمل بصي اي حركه هتعمليها تحسي ان انت هتخرجي الطاقه السلبيه، رياضه، رقص، ان انت مثلا تعملي شوبينج. مثلا بمناسبه الشوبينج ده ليه سؤال لوحده، خلينا نرجع. ان انت الشوبينج بتحب، في ناس بتحب جدا ان هي تعمل شوبينج، وفي ناس بتحب ان هي تخرج الطاقه بالرقص او ان هي تسمع أو رياضه اغاني او كل ده أو كده. المهم ان انا بيهمني في كل ده ان انا ابقى عارفه انا الانبساط عندي بيحصل بايه. يعني انا مثلا ممكن تبقى واحده هي انا يعني بفرح جدا لما الاقي واحده مثلا هي عارفه هي ايه اللي بيبسطها وتعمله عشان تخرج نفسها. لكن في ناس مش عارفه ايه اللي ممكن دي يبسطها، دي عندها درجه وعي عاليه بالظبط كده. في ناس مش عارفه ايه اللي ممكن يبسطها، وفي ناس عارفه ومش قادره تقوم على حالها تعمل ده، فاهماني؟ فعشان كده بهتم جدا بالشخص اللي هو لا انا عارف ان انا ده بيعجبني، ده بيحرك بيعلي الدوبامين عندي فبيخليني ان انا اقوم اعمل ده، فده بيبقى حاجه حلوه جدا طبعا.